نحن هون في أكاديمية الشهيدة هابون عنترية. تأسست هذه الأكاديمية في 2019 من الشهر الأول. الشهيدة هابون عنترية كانت امرأة مناضلة مكافحة، أنا مشت على طريق الشهيدات اللي ارتسم قدامها، كافحت وناضلت لتاريخ استشهادها في معركة الرقة في تاريخ 2018. كوني أنا امرأة عربية من مكون عربي من هذه المناطق، تأثرت بقصة الشهيدة هابون عنترية في شخصيتها اللي ناضلت ودافعت عن المرأة. هذا هو الشيء اللي خلاني اجي وانضم ودافع عن حالي ودافع عن كل امرأة عربية مظلومة، عن جميع النساء في المجتمع العربي وفي الشرق الأوسط. كان هدفي اني امشي على طريق الشهيدات اللي رسموه قدام كل امرأة مظلومة. اجيت لهون تلقيت التدريبات، وبعد هالتدريبات فواجبي اتجاه كل امرأة مظلومة اني امشي وخليه واحررها من الفكرة اللي هي موجودة فيه، اطالع من الظلم والعبودية المتواجدة عندها. أنا ما بعرف أقدم أي شيء بالنصر.